بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فلا نزال في برنامجكم عظماء الأشعرية، وضيفنا في هذه الحلقة إمام عظيم مميز، سارت الركبان بذكره وبعلمه وبفضله وبشعره، فهو شاعر متقن، وشعره له عذوبة، ألا وهو القاضي عبد الوهاب ابن علي ابن نصر ابن أحمد ابن الحسين ابن هارون ابن مالك ابن طوق التغلبي البغدادي أبو محمد القاضي الفقيه العالم الأديب. قصدت أن أذكر نسبه إلى مالك بن طوق، لأن مالك بن طوق هذا هو باني الرحبة، الرحبة هي مدينتنا، فهو من نسله. مالك بن طوق التغلبي هو الذي بنى مدينة الرحبة، فهو بلدينا. نعم، لكنه رحل إلى بغداد ونشأ فيها، ولد فيها، ليس ولد في بغداد ونشأ نشأة علمية، لقي الكبار و أخذ عن كبار علماء عصره من العلماء العظام الذين أخذ عنهم القاضي عبد الوهاب القاضي الباقلاني، القاضي الباقلاني الذي ترجمناه في لقاء سابق، وأيضا أخذ عن الأبهري وهو من كبار العلماء في عصره، كذلك عن ابن القصار، عدد كبير من علماء العراق، وهو يعني العراق آنذاك كانت حاضرة العالم الإسلامي، وله معاناة مع بغداد شهيرة، خاصة أنه لم يجد المكان المناسب، فهم بالخروج منها مرة وقد كانت حاضرة الإسلام. هو الذي يقول فيها: بغداد دار لأهل المال طيبة، وللمفاليس دار الضنك والضيق، ظللت حيران أمشي في أزقتها، كأنني مصحف في بيت زنديقي. هم مرة بالخروج من بغداد قبل أن يرحل نهائيا منها، وهو يتزود لسفره ذهب إلى يعني سوق من الأسواق، فوجد بائعتين جاريتين تبيعان البقل، البقول هكذا الخضروات، واحدة منهما تقول للأخرى: ما رأيك بفتوى ابن عباس في أن الاستثناء يقع ولو بعد سنة؟ فردت عليها الجارية الأخرى وقالت لها: لو كان كلامه صحيحا لقال الله سبحانه وتعالى لنبيه أيوب، لقال له استثني، الله تعالى قال ولا تحنث. إذن دل هذا على أن الاستثناء بعد مدة متطاولة لا يصح. استمع إلى كلام الجاريتين وقال: بلد تكون بائعات البقل هكذا لا يترك. ثم عاد إلى بغداد، وعاد إلى محنة أخرى من محن الفقر والجوع. ثم قرر بعد أن جاع وتعب، قرر أن يترك مدينة بغداد. فاجتمع أهلها لوداعه، الكبار والصغار، الأغنياء والفقراء، يودعون العالم الجليل عبد الوهاب بن نصر المالكي. فقال لهم: والله يا قوم، لو وجدت رغيفا كل يوم لما خرجت. رغيف خبز كل يوم، أنا لا أخرج من بغداد. يعني جائع رجل. الغريب أنه
لم يقم واحد من هؤلاء ويتعهد له برغيف واحد كل يوم. هو القائل في بغداد القصيدة الجميلة يقول: سلام على بغداد في كل موطن، وحق لها مني سلام مضاعف، فوالله ما فارقتها عن قلا لها، وإني بشطي جانبيها لعارف، ولكنها ضاقت علي بأسرها، ولم تكن الأرزاق فيها تساعف، وكانت كخل كنت أهوى دنوه، وأخلاقه تنأى به وتخالف. إذن ما خالفهم عن قلا، ولكن بسبب الجوع. قصص القاضي عبد الوهاب كثيرة، وأخباره منتشرة، وبعضه قرأته وبعضه سمعته. قصة هذه بايعات البقر سمعتها من الشيخ عطية السالم رحمه الله، ورأيتها في مكان آخر تروى على أنه سمع حطابين في الغابة يحتطبان، وأنا أرجح رواية بيع البقل، لأن بغداد ليس فيها غابة إلا اللهم تلك الحوائج التي تكون في نهر الفرات ودجلة، فهذه أيضا لها حكم الغابات، لكنها تكون عادة في وسط النهر لا تكون في أطرافه. على كل حال، ولي القضاء أثناء رحلته تلك، وهذه قصة قرأتها في كلام علي الطنطاوي، الشيخ علي الطنطاوي، أو سمعتها منه لا أذكر، لأني قرأت كلامه وسمعت كلامه. يقول: حينما ولي قبل أن يلي القضاء جاع ولا يوجد شيء يأكله، فلم يجد إلا أن يعمل بقوة عضلاته، ف استأجره واحد الناس، قال: ابن لي جدارا هنا، والجدار فيه ميل على طريق المسلمين. فقال له الشيخ عبد الوهاب، لم يكن قاضيا، قال له: هذا طريق المسلمين ولا يجوز البناء فيه، يعني أنت تميل على طريق المسلمين. قال له: أنا ما أتيت بك قاضيا، أتيت بك بناء، إما أن تبني وإما أن تنصرف. قال: أبني. فبنى الجدار وأخذ الأجرة ليأكل بها. بعد أن ولي القضاء في ذلك البلد، أول حكم أصدره هدم ذلك الجدار. أول قضاء حكم أصدره حكم هدم ذلك الجدار، لأنه بني في طريق الخطأ. الإمام القاضي عبد الوهاب كان له مكانة عظيمة جدا، وكان يضرب به المثل في العلم، بل سمعت من شيخنا العلامة الشيخ علي جمعة يقول: هذه مرتبة عظيمة تسمى مرتبة الإشراف. والإمام القاضي عبد الوهاب له كتاب اسمه الإشراف على نكت مسائل الخلاف، يعني كأنه يشرف على مذاهب الفقهاء. وذكر شيخنا الشيخ علي جمعة حفظه الله أن الإمام الكوثري رحمه الله ممن وصل إلى هذه الرتبة، ممن وصل إلى رتبة الإشراف، يعني كان العلم كانه تحته لكثرة ما فتح الله تعالى عليه في هذا الباب. له كتب عديدة من هذا الإشراف، ومنها المعونة على مذهب عالم المدينة، كذلك شرح رسالة ابن أبي يزيد القيرواني، كذلك له التلقين في الفقه المالكي والملخص. إذن هو الرجل من العلماء العظام الكبار أصحاب المصنفات الهائلة. من تلاميذه القاضي الخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد، وقد ذكره وأثنى عليه وقال: يقول: لم نلقى من المالكيين أحدا أفقه منه،
أثنى عليه بهذا. القاضي عبد الوهاب رحمه الله الحقيقة يعني حيثما ذكر تذكر المعاناة، فالرجل يعني لم يهنأ في هذه الحياة، وهو صاحب القصة المشهورة حينما جاء إلى مصر، ويعني كان هناك طيبات من الطعام كانت في نفسه كان يشتهيها، الآن صار عنده مال وصار يستطيع أن يشتري ما يريد. فاشترى، وكأنه كان يحب اللحم كثيرا، للفقد. بعد ذلك أصيب بمرض فمات من أجل يعني الطعام تسبب له بالمرض. فيقول المقولة المشهورة: لما شبعنا متنا، لما شبعنا متنا، يعني كنا جياعا فلما شبعنا متنا. وهذه يعني الحقيقة هذا درس لطلاب العلم، الإنسان يتقلب بين فقر وغنى. في حالة الفقر واجبه الصبر، وفي حالة الغنى واجبه الشكر. وحينما نرى أولئك الأئمة العظام الذين تدرس كتبهم وسارت بها الركبان والناس يذكرون أخبارهم، نتعلم الصبر على هذا، وأن هذه الدنيا ما هي إلا مرحلة. القاضي عبد الوهاب رحمه الله كان له مكانة مكينة لدى الأدباء والشعراء، قد ترجمه ياقوت الحموي في معجم الأدباء لأنه أديب كبير. ويقول: وحينما التقى بأبي العلاء المعري، أبو العلاء المعري الشاعر المشهور، زاره في المعرة، أثنى عليه المعري. والمعري لمن يعرفه يعني شخص لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب، يعني هو صاحب البيت الذي يقول فيه: ولمنطق لم يرضى لي كنها منزلي، على أنني بين السماكين نازل، تعد ذنوبي عند قوم كثيرة، ولا ذنب لي إلا العلا والفضائل، وقد طال اعترافي بالزمان وأهله، فلست أبالي من تغول الغوائل. هذه القصيدة المشهورة المعروفة ليقول فيها: وإني وإن كنت الأخير زمانه، لآت بما لم تستطعه الأوائل. حينما زاره عبد الوهاب أعجب بشعره وقال عنه ومدحه في أبيات يقول فيها: والمالكي ابن نصر زار في سفر بلادنا، فحمدنا النأي والسفر، إذا تفقه أحيا مالكا جدلا، وينشر الملك الضليل إن شعر. وناهيك بهذه الشهادة من حبر من أحبار اللغة، نعم، من إمام من أئمة اللغة المعري، وقد رجحنا في لقاء سابق في تسجيل المعري مؤمن أم كافر، رجحنا أنه مات على الإيمان، وأن الأشياء التي عيبت عليه يعني لها توجيه كما ذكرنا، وأنه ما كان يقصد المعنى الفاسد. من جميل شعر القاضي عبد الوهاب، وهي من الأشعار التي يعني يتمثلها العلماء والصالحون، وتمثل المروءة وتأسف الإنسان على ارتفاع السفهاء. يقول: متى يصل العطاش إلى ارتواء، إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد، وقد جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، إذا استوت الأسافل والأعالي، فقد طابت منادمة المنايا. إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. هذا الاستواء، فكيف أن يتطاول الصغار على الكبار؟ هذا المعنى مثله قال صديقه، الأبيات المشهورة، صديقه أبو العلاء:
في نفس القصيدة التي أشرنا إليها قبل قليل يقول: إذا وصف الطائي بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وقال السها للشمس أنت خفية، وقال الدجى يا صبح لونك حائل، وطاولت الأرض السماء سفاهة، وفاخرت الشهب الحصى والجنادل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. هذا يمثل معاناة أولئك الكرام، وأن هذا الأمر مستمر إلى يومنا هذا. سفهاء يتطاولون على العلماء، صغار يطاولون الكبار، يعيش التافه في عز، والكريم كما جاء في يعني شعر ينسب إلى الشافعي رضي الله عنه، ينسب إليه، يقول إيش؟ يقول: تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن تأكله الكلاب. تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن تأكله الكلاب. إذن سيرة القاضي عبد الوهاب مع العلم الغزير، الأدب يكسبها ندى، وكل عالم كان من الأدباء تجد تلك العذوبة في كلامه وفي آثاره، لأنها نفس ندية. لذلك ننصح بدراسة الأدب. توفي القاضي عبد الوهاب رحمه الله على ما أذكر في سنة 422، ودفن في مصر، وقبره معروف يزار. رضي الله عن إمام القاضي عبد الوهاب المالكي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.